اخذ شفايفي اسكت. على طاري الخيره يحكى انه يمكن قد سمعتوا هذه الملك ويا وزيره ايه جندي عنده لا ملك كان عنده وزير حكيم كل شيء حصل يقول خيره ان شاء الله خيره كل شيء حصل خيره ان شاء الله خيره اي بالاخير يوم اليوم مثلا المقناص كانت راس اصبع الملك حيه لدغته واضطر الى قطعها وعلم الوزير قال خيره ان شاء الله قال خيره اصبع تنقطع خيره تدري شو الخيره خيره تودى للسجن ايوه قال خيره ان شاء الله قال ودوا ودوني يسجنونه مرت يوم مرت الايام يوم مرت الايام ويروح يتقنص الملك خله 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 واذا اللي بقي خيره مسجون في السجن ايه امسكوها من ذولا عباد الوثن حلو وين الكلام ده هذه القصه قديمه الملك ملك ومواطن قال يوم جودوه يبوا يتقربون به الى ملكهم الى صنمهم اللي يعبدونه اعوذ بالله النود الحمر حلو الحمر هم عباد وثن حلو يعبدون الصنم المهم يوم جو يقدمونه الاصبع مقطوعه هذا انت شوف شوفه مو بكامل ما يصلح انه يقد قال راح الله يعتقك ما نقدمك يروح ويطلب على طول وزيره الحكيم وعلمه بالسالفه قال قلت لك خيره قال طيب اذا قصت خيره لو اني وانت شو خيرتك اللي جاتك قال خيره لو اني ما مسجون كان معك وكان دخلوني بدالك عشان يده يتصابع كامل نعم فهذا الخيره فيما يختاره الله هو خيرته هو وش هي ابو قلبي